في شتاء عام 1965 بلغته أخبار عن ظهور وحش غامض في بحيرة لوخ نيس، وكان رأيه قبل ذلك الخبر الذي حملته وسائل الإعلام أنها مجرد أسطورة تنتشر في الريف الإنجليزي، فحزم حقيبته وأخذ كاميرته وجهاز تسجيل صوتي وركب القطار إلى تلك البلدة القروية النائية. عندما يصنع العالم الموازي نجما، كل هذه الأشجار التي تحيط بقضبان القطار لا تخفي شيئا، فعين الصحفي ترى ما هو مختبئ هناك في الظلال. نعم الله، وليس في ظلال. عجبا، وهل هناك فرق بين الظلام والظلال؟ هناك فرق كبير، لكني نائم الآن فلا تزعجني أيها المسافر الغريب. لا بأس لا بأس، يمكنك العودة للنوم، أنا لا أعرفك ولست تعرف شيئا عني. أنت أخبرتني منذ ساعتين أنك تعمل صحفي، فلتتركني لأكمل نومي. أرجوك، أنا صياد فقير، العمل ينتظرني هناك. ها؟ هناك؟ أين؟ هل تعمل في تلك البحيرة؟ أخبرني لو سمحت، هل تعمل صيادا في بحيرة لوخ نيس؟ لا فائدة، لقد ذهب في نوم عميق. لا بأس، يمكنني قضاء الوقت في النظر عبر نافذة القطار. يا إلهي، الظلام يشتد بسرعة، كأنه ستارة سوداء غطت هذه الحقول التي اختفت فجأة، وكأنها ذهبت إلى عالم آخر غير هذا العالم. معذرة يا سيدتي، عفوا، كيف دخلت هذه القمرة والباب مغلق؟ كيف ظهرت هنا فجأة؟ ماذا؟ هل شعرت بالخوف أيها الشاب المغامر؟